يجب إكثار من شرب السوائل في الفترة ما بين الإفطار والسحور من أجل تعويض نقص السوائل الحاصل فترة النهار، حيث ينصح بشرب 3 لترات ماء أو عصار طبيعية مع مراعاة تقسيمها على عدة دفعات، حيث لا ينصح بشرب كميات كبيرة من الماء والسوائل على دفعة واحدة. دورك تكون أنت البطل، خليك بالبيت، رمضان كريم.